الدول في العالم اللي بتتأثر بالتغير المناخي، بالرغم من إن هي بتشارك بـ 0.6% من الانبعاثات الحرارية والكربونية في العالم. فالانبعاثات دي بتؤدي إلى تغير في المناخ في 4 اتجاهات. الاتجاه الأول هو الطاقة، والاتجاه الثاني هو التجمعات العمرانية بالإضافة إلى المية والزراعة. لما ركزنا على القاهرة لقينا إن درجات الحرارة زادت بمعدل 4 درجات آخر 40 سنة، وده أثر كمان على صحة البني آدمين اللي موجودة في المكان. زادت كمان الويذر إكستريمز اللي هم عبارة عن 3 حاجات، الدراوتس والفلوتس والهيت ويفز. وآخر نقطة عندنا هي نهر النيل اللي هو أهم عنصر من عناصر الحياة في مصر، فمعدلات تبخر المية هتزيد وكمية هطول الأمطار هتقل، فمستوى سطح المية هيقل، وده كله بسبب التغير المناخي. أول حاجة هي المية. ارتفاع درجة الحرارة بيأثر على الإيفابوريشن وبالتالي البرسيبتيشن بيزيد، وانخفاض نسبة الأكسجين برضه هتأثر على الكائنات والنباتات اللي عايشة في المنطقة دي. ده بينقلنا لتاني بوينت وهي الزراعة، وده طبعا هيأثر على الكائنات والنباتات اللي عايشة في المنطقة دي، وبالتالي الإنتاج الزراعي هيقل. تالت بوينت هتكلم عنها وهي الإنرجي. وظل الارتفاع المزاد لدرجة الحرارة وتغيير نسبة هطول الأمطار هيزيد الطلب على الاير كونديشننج والوسائل بنستخدمها للمياه المقطرة. لو ربطنا الثري افكتس مع بعض هيبقى لنا ريبوليشن، وده هيأثر على الهيومن ديزيز والاكزاستر، واحنا في مشروعنا بنقدم حلول للمشكلة دي. في البداية اخترنا المنطقة لعدة أسباب، أهمها إن في مباني إدارية هيتم نقلها للعاصمة الإدارية، والأهميات الاستراتيجية الموجودة فيها، والأهمية السياحية للمنطقة، وكمان قرب المنطقة لنهر النيل، وكمان المنطقة مركز رئيسي للنقل والمواصلات بين القاهرة وباقي المحافظات وحتى العاصمة الإدارية. ومن خلال الأسس دي جمعنا البيانات، ومن ضمنها الخرائط وبيانات المناخ والكثافة السكانية والحالة التعليمية واستخدامات الأراضي ومصادر المياه العذبة. ومن بعدها قسمنا المكان بتاعنا لثلاث أقسام. المباني دي فيها اصول تاريخيه هتغير استخدامها الى استخدام ثقافي، فاحنا حبينا نستغل التغيير ده في اننا نخلي المباني دي جرين وسستينبل، في اننا نحط سمارت تكنولوجيز وسنسورز، في اننا نخلي المباني دي انرجي افيشنت، ونستغل الجرين ووتر، كمان نستغل الروفز بتاعتنا في اننا نعملها جرين روفز ونحط عليها سولار سيلز. كمان عملنا جرين كوريدور للمشاه فقط، بحيث ان احنا نربط المباني دي ببعض، فنغير استخدام المنطقه من استخدام اداري الى الثقافه والسياحه. اخترناها هي داون تاون كايرو، من اكثر الاماكن الفايتال في القاهره، فيها مباني وخدمات حكوميه كتيره، ده غير ان المباني هناك اصلا ليها اركتكتشر ستايل مميز جدا لازم نحافظ عليه. ايه مشكله المنطقه دي؟ هي زحمتها الشديده، عربيات كتيره قوي، الناس مش عارفه تمشي في الشارع، مفيش اماكن راكنه، فدي كانت عامله يعني فاكتور كبير في الاير بولوشن في القاهره، وكانت يعني محتاجين ليها حلول. اقترحنا شويه مشاريع تساعد في الترانسبورتيشن نتورك، توفر ان احنا نجدد الشوارع فتكون في سهوله للمشي، وده غير البايك روتس اللي هتتعمل فتساعد على ان الناس يعني تبطل اعتمادها على العربيات تركب العاده بتاعها، ده غير الالكتريك بوسز والالكتريك بوتس عشان تساعد برضو على الترانسبورتيشن، ويكون في متوفر باركينج سبيسز مالتي ستوري باركينجز، فتكون فيه برضه ايكونوميك اكتيفيتيز فتساعد على تقليل الاير بولوشن في المنطقه. الصفات الثالثة والأخيرة هي ميدان رمسيس. ليه اخترناها؟ علشان هي تعتبر الكونكشن ما بين القاهرة وكل محافظات مصر. لما عملنا سايت أناليسيز لقينا إن ميدان رمسيس زحمة جدا، والزحمة دي بتأثر بشكل سلبي كبير على البولوشنز والإميشنز، وكمان على الناس الموجودة في المكان. فبدأنا إن احنا نشوف أفكار رينوفيتيف
فان احنا نطور في المكان اكتر وما تكونش مكلفه قوي. من الافكار دي ان احنا نحاول ان احنا نزرع اكتر في الجرين روفز، او ان احنا نحاول نركب اير بيوريفايرز عشان تحسن من كواليتي الجو، او ان احنا نحاول ان احنا نحول كوبري الليمون الى كوبري للمشاة بس ويكون عليه زراعات كتير. ال الثري هوت سبوتس دول طبقنا عليهم سستينبل انرجي ستراتيجي. لما جينا نطبق الانرجي استراتيجيز لقينا ان احنا عندنا اربع طرق ممكن نطبقها على الهوت سبوتس بتاعتنا. اول طريقه هي الويند تربين، دي نوع من انواع طواحين الهواء اسمها جيرو ميل، دي نقدر نستخدمها في الاماكن اللي فيها سرعات رياح مناسبه تولد لنا كهرباء فتوفر علينا كميه الكهرباء اللي بنستهلكها من المحطات. تاني حاجه وهي الجرين باصز، هي باصات بتمشي بالجرين هيدروجين، ده نوع من انواع الهيدروجين بيجي عن طريق ان احنا بندخل الكهرباء على ميه بس تكون الكهرباء جايه من مصدر طاقه نظيف، فالميه بتتفكك مركباتها للجرين هيدروجين ومركبات ثانيه. الجرين هيدروجين يقدر ان هو يمشي اي وسيله مواصلات، فتخلينا بالتالي ان احنا نقلل استهلاكنا للمواصلات العامه فنقلل الانبعاثات، فكل ده يؤدي الى تقليل تغير المناخ. ثالث طريقه ان احنا نستعمل سولار بانز نحطها فوق المكان